الراديو 90 90، هواها مصر. يلا بينا مع بوفة النهاردة على الراديو 90 90. بنتكلم عن البين باجز، بنتكلم عن أكتر الأماكن اللي بتكون مريحة بالنسبة لكم في البيت، بتحبوا تقعدوا فيها وقت كده الهدوء والروقان. ابعتولنا على 1909 رقم الرسائل، وصفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. ضيوفنا اللي منورنا في الاستوديو خالد عطلة رئيس مجلس إدارة بوفة، ومحمد زكي مدير التسويق. منورنا. شكرا. ازيك يا رادو؟ ازاي عاملة ايه؟ تمام، احنا تمام. انتوا اخباركوا ايه؟ الحقيقة من التايتلز كده رئيس مجلس الادارة ومدير التسويق يهيئ للمسلمة ان انتوا ناس كبيرة، ولكن انتوا لسه صغيرين ولسه يمكن متخرجين كمان، مش كده يا محمد؟ انت لسه دفعة 2018 يعني. محمد مثال الطالب الشاطر اللي اشتغل على طول. يعني مدير تسويق، اصلا مدير تسويق يمكن جالنا هنا في 90 90. عايزين نعرف بقى من كنتوا تعرفتوا على بعض ازاي، وفكرتوا تبدأوا مشروع بوفة ازاي؟ طيب، هو موضوع مشروع بوفة بدأ من فترة، من حوالي سنتين، لما كنا فعلا عايزين نعمل حاجة، مشروع يقدر يساعد الناس في ظل غلو الأسعار اللي الناس بتمر فيه دلوقتي، وتبقى حاجة فعلا معمولة صناعة محلية في ظل ان الاستيراد وقف بشكل كبير في مصر، وده ساعد كتير المشاريع الصغيرة ان هي تبدأ تطلع. والموضوع بدأ من الحتة دي، بدأنا نفكر طيب الناس في اندستريز كتير او مجالات كتيرة في مصر، الحاجات دي كانت كلها بتستورد من برا، اكبر الحاجات فيها هي الحاجات بتاعت العفش، الاساس المنزلي. طيب فكرنا ازاي ممكن نطلع بحلول تقدر تخلينا ان احنا نقدم حلول للناس، اوكي، تبقى حاجات ممكن تبقى مريحة اكتر، عملية اكتر، وفي نفس الوقت بتوفر لهم بشكل كبير، وتقدر تساعدهم ان هم يضيفوا حاجة جديدة في البيوت بتاعتهم، توفر لهم في الفلوس كمان. بالضبط بالضبط. ومن هنا جت فكرة بوفة. هي بوفة هي كونسبت بين باجز. اللي مش عارف البين باجز هي الفكرة القديمة بتاعت زمان، اللي هي البوفة بس جواها فوم. الفوم ده بيساعد ان انت عم تقعد على البوفة بتاخد شكل جسمك، فبتبقى مريحة جدا وبيبقى وزنها خفيف جدا. بتتكلم الفكرة القديمة بتاعت البوفة اللي هو الكرسي مثلا المدور، او اللي كان بيبقى صغير، اللي هي الشلتة مثلا، او الشلتة. بالظبط بالظبط. احنا خدنا الكونسبت القديم ده وبدأنا ان احنا نطور فيه، عملنا منه اشكال مختلفة، عملنا منه خامات مختلفة، اوكي، وقدمناه بشكل يناسب الوقت اللي احنا فيه اكتر. وردود افعال الناس اول ما بدأنا الموضوع كان الناس كلها كانت منبهرة جدا ان ازاي قدرنا ان احنا نعمل كونسبت من حاجة كانت موجودة زمان، قدرنا نعمل لها وطورناها، وقدرنا ان احنا نخلي شكلها فعلا يعجب الناس ويعجب الفئة العمرية اللي احنا بنترجتهم. طب خالد، انت عرفت محمد ازاي عشان تبدأوا المشروع؟ انا ومحمد اتقابلنا تقريبا من حوالي سنة ونص تقريبا، اوكي. وبس محمد، يعني اول ما اتقابلنا محمد كان عنده الباشن او الشغف ان هو عايز يعمل حاجة جديدة وعايز فاكر الحديث اللي دار بينكو اول ما اتقابلتوا فين؟ يعني احكي لنا كده، عيشنا معاك الاجواء. انا ومحمد قابلنا في معرض، كان معرض اساس بيتعمل في مصر سنويا، وقابلت محمد وبعدين كان قاعد بيسال عن حاجه، قابلنا بعض قعدنا نبص على منتجات كتيرة كانت موجوده في حاجات المعرض، وبدانا نفكر ازاي ان احنا بعد كده ممكن ناخد، طب نطلع فكره تبقى بتدور حول فكره الفرنتشر او الاساس المنزلي، وان احنا مثلا نعملها بشكل متطور. قعدنا نعمل ريسيرش كتير على الانترنت، وشفنا حاجات، شفنا افكار موجوده بره، سواء في اوروبا او في امريكا او في الوست عامه، وقدرنا في الاخر نطلع بالكونسبت اللي هو بوفة. بدانا الاول، حتى جربنا الاول مع ناس صحابنا والناس المقربين مننا، وشفنا ان الردود الفعل والفيدباك كان قوي قوي، فبدانا ان احنا بقى نطور اكتر في العمليات التسويق بتاعتنا. ومحمد قدر ان هو يبني خطه تسويقيه متكامله ان هو يقدر يساعد ان الناس كتير تعرف عن بوفة بشكل سريع. طب انا عايزه اروح لمحمد، يعني عايزه اعرف انت يعني منين جبت الثقه؟ ايوه انا هشتغل مع خالد، ومع انكم اتقابلتوا صدفه في معرض وقررت ان انت تديله دماغك التسويق، ممكن تقول هشتغل لوحدي، يعني اهميه اختيار شريك في المشروع. اوكي، انا بدأ من اول ما دخلت الجامعه، وانا كان انا داخل جامعه بيزنس يعني، فانا كنت دايما بحب البيزنس، ودماغي دايما رايحه اللي هو لا انا عايز افتح المشروع بتاعي واشتغل انا بنفسي، واللي هو اكون انا المدير نفسي او كده. فهي الفكره جت من كده، كانت دايما اول ما ببص على حاجه انا عايز اعمل زيها، وعايز انا اللي هكسب منها، انا اللي هعملها واعمل احسن منها. كنت عايز تبقى موظف تقليدي او موظف روتيني يعني؟ لا لا خالص.
فكنت دايما بشوف اي حاجة بقعد افكر اه طب ازاي هعملها، طب انا اطور منها ازاي وكده. بس ايه اللي عجبك طيب عشان تبقى موجود معاهم في بوفا يا محمد؟ عامه الورك انفايرمنت يعني بيئه العمل جميله جدا. بنقدر احنا قاعدين على البين باجز بنشتغل يعني، فحاجه مريحه جدا. بتستخدموا المنتج في الشغل؟ بالظبط. يعني والفكره جت من كده بقى، اللي هو عايز اعمل حاجه من نفسي وبتاع. وانا كنت يعني اشتغلت في كذا حاجه، والتسويق يعني حاجه من الحاجات اللي انا بعرف اعملها شويه، واللي هو بفهم الناس ممكن تكون عايزه ايه او الى حد ما يعني. طبعا بفشل كتير وبخبط كتير، بس يعني وخلت بيعمل فيك ايه لما بتفشل؟ لا مش في حاجه. بس واضح انك بتحاول تاني، ما بتيأسش يعني. طب ما تكلمنا يا محمد عن الفئه او الجمهور اللي انتوا بتحاولوا تخلوهم يستخدموا البين باجز، او بتحاولوا توصلوا لهم اكتر، مين هم؟ الشباب ولا الناس الاكبر ولا الاصغر؟ احنا يعني هدفنا كل الفئات العمريه وكل كل الاستخدامات، بكل يعني اي حد معاه فلوس محتاج او بيدور على حاجه تبقى مريحه شويه، حاجه حتى يقدر يقعد عليها يركز او حتى يستريح. او يلعب بلاي ستيشن، او بيلعب بلاي ستيشن، يلعب بلاي ستيشن، يقعد يقرا كتاب، يقعد يذاكر شويه عليه، يستريح، ينام خالص، مفيش اي مشكله يعني. بالظبط. اي استخدام ليه البرودكت بتاعه، ليه المنتج بتاعه، باحجامه، باشكاله، بالوانه، احنا لازم هنتكلم عنها. بس الشركات مثلا تقدر في المكاتب زي ما انت قلت كده، انت وخالد في بوفا بتستخدموا بين باجز، ده حل مناسب في المكاتب ولا الموظفين بقى ممكن يريحوا ويكسبوا؟ لا 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 خالص. انت ممكن تقعد على كرسي، تقعد شويه ساعه مثلا، بتبقى دايما عايز بقى اللي هي ربع ساعة راحة، او اللي هو حتى البين باجز انا عن نفسي بتساعدني في البرين ستورمينج، او اللي انا اطلع افكار جديدة وهم قاعد عليها مريح جسمي خالص، وقعد بقى افكر، ابص على السقف كده، استلم بقى كل الكلام. لا وكمان احنا في عندنا اشكال بتنفع ان انت تشتغلي عليها يعني. عندنا اشكال، احنا عندنا كذا شكل من بوفا. في اشكال ما بتبقاش قاعدة اللي هو على المريحة على الارض خالص، لا بتبقي قاعدة في شكل كرسي، وده بيساعدك ان انت عايز تقعدي على اللابتوب، تقعدي تشتغلي، تقري كتاب، فعلا زي ما بتقولي. فالحاجه في كذا استخدام بكذا شكل، يقدر ان هو لو حد مثلا عايز يجيب الحاجات دي يحطها في المكتب عنده او كده، يقدر يعمل كده بشكل كبير زي ما احنا اوريدي عاملين كده في المكتب عندنا. جميل. نتمنى والله كل الشركات تطبق الفكر الجديد. احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا اكتر عن الاشكال بقى المختلفه للبين باجز اللي بينتجوها بوفا. خليكم معانا ومستنيينكم شاركوا معانا عن اكتر مكان مريح في البيت، او لو بتسمعونا دلوقتي من على البحر ابعتوا لنا كده قولوا لنا بتستخدموا بين باجز على البحر ولا لا، او في بيوتكم ولا لا. 199 رقم الرسائل، والراديو 9090 صفحه الفيسبوك. محمد زكي مدير التسويق، وخالد عطله رئيس مجلس الاداره في مشروع بوفا. لسه بنكمل كلام عن مشروع بوفا، وبنفكركم بسؤالنا النهارده، جربت تستخدم بين باجز ولا لا؟ اكتب لنا على صفحه الراديو 9090 على فيسبوك، او ابعت لنا رسالة على 199. وأعتقد يا رضوى في ناس بدأت تشارك. في رغدة فعلا. إبراهيم رمضان بيقول أنا بشتغل شيفت أو في شيفت يعني بالليل، هو بيشتغل أمن في مكان في الساحل، وبيقول بتبقى فرصة حلوة جدا لما نقعد ساعة كده على البين باج لما المشرف يمشي، بتبقى مريحة جدا. طيب حلو إن أنت بتستخدم البين باج أهو يا أو يا بختك بقى، قاعد على البحر وبتسمع 90 90 آخر روقان حاجة رائعة. محمود بنسلم عليك وبيسلم علينا، فبنسلم عليك جدا، ويعني مستنينكم طبعا تشاركوا معانا على 199 وصفحتنا الراديو 9090، قولوا لنا بتسمعونا منين، وقولوا لنا لو انتوا على البحر في بين باجز ولا لا موجودة عندكم. طيب نكمل بقى كلامنا. محمد تقول لنا كده، كنا قبل الفاصل بنقول ان في اكتر من شكل واكتر من حجم للبين باجز، فقول لنا ايه الاشكال والاحجام والاستخدامات الكتير. تمام. احنا عندنا كذا حجم مختلفين، وعندنا الوان برضو مختلفة تمشي مع الالوان في الاوضة او في الصالة او في اي مكان في البيت يعني. عندنا حاجات اسم اي في برودكت اسمه بوف دي صغيره شويه، دي تقدر تحط عليها رجلك، دي بتبقى يعني تقدر تحط عليها رجلك كده تبقى مستريح وانت قاعد على كرسي او كنبه. في الحجم الاكبر شويه الريجولر بوفا، دي بين باك بس صغيره شويه، معموله للكيدز من سن مثلا 6 ل 12 سنه مثلا. في الاكبر شويه اللي هي السوبر بوفا، دي الحجم الطبيعي اللي بتلاقوها على البحر، دي
بيبقى اي حد يقعد عليها بتبقى مريحه جدا وتقدر تقعد عليها وتقوم عادي جدا. في بقى الحجم الاكبر شويه اللي هي الميجا. الميجا بتبقى ليها ارتفاع وهي كبيره فبتاخد شكل الجسم وبتبقى مريحه اكتر بكتير. دي بتقدر تقعد عليها على مكتب او حتى تقلبها على الجنب كده تبقى تنام عليها خالص، او حتى بيبقوا اتنين قاعدين عليها قدام بلاي ستيشن. فليها كذا طريقه. عندنا كمان برودكتس جديده اسمها بوكس، ممكن تتحط زي قعدات كده نعمل بيها 3 4 نعمل بيها قعدات في التراس او في الليفنج روم. في الدوت دي برضو زي عامل زي البوكس بس راوند، دايره كده، دي تقدر تحطها قدام مرايه او حتى انا يعني انا نفسي بحطها جنب باب البيت اللي هو اقعد اربط الجزمه مثلا وقايم. فالحاجات دي بتبقى سهلة خفيفه قوي. جدا هي كمان حجمها صغير وخفيفه جدا، تقدر تحركها في اي حته في البيت ولذيذه. حلو، انا عجبني كمان تركيزكم مع الاطفال، يعني هم اكيد هيحبوا حاجه زي دي وهتبقى مناسبه جدا، فحقيقي بنحييكوا على فكره زي دي قوي يعني قوي. احنا عاوزين ناخدهم يا رضوى للتصنيع، عايزين نعرف بتصنعوا فين وازاي، والعمال لقيتهم جاهزين ولا علمتوهم ومراحل التصنيع، يعني احكي لنا يا خالد القصه كلها. اوكي، فكره التصنيع زي ما قلت لكم ان هو احنا اتشجعنا جدا ان احنا نبدا نصنع الحاجات دي في مصر بعد ما فكره الاستيراد بدات تقفل، وده كان قرار صح جدا ان هو شجع فعلا ناس كتير قوي ان هم كانوا بيستوردوا حاجات من بره، ان هم يبداوا ازاي نبدا نصنع الحاجات دي في مصر ونبدا نبني القدرات الصناعيه بتاعه الناس. احنا عندنا المصنع بتاعنا مكانه في العبور، والموضوع بيبدا ازاي ان احنا بنجيب عمال. العمال اللي بيبقوا عندهم التكنيكال سكيل او اللي هم بيعرفوا بالظبط، احنا بنجيبهم وبنبدا نحاول ان احنا نطور فيه على قد ما بنقدر، وعلى طول دايما بنجيب ناس جديده وبندخلهم زي في حاجه اسمها مدرسه عشان نقدر نعلمهم ونقدر نعمل اجيال من المصنعين يقدروا ان هم يكبروا الشغل معانا. ازاي يا خالد بتوصل للعامل ده؟ ازاي بتعمل اعلان ولا بتدور يعني مع اصحابك؟ في بتبقى في عن طريق دايره معارف، يعني بتبقى مثلا في اوريدي انت عندك ناس في المصنع عمال، فبيقدروا ان هم يجيبوا عن طريق دايره معارفهم يجيبوا عمال تانية. ساعات بننزل بنعمل حاجه لو بنسميها هيد هانتنج، بنروح مثلا لمكان ليتس سي مثلا بيصنع مثلا كراسي جلد بتاع كراسي العربيات او مش عارف ايه، وبنروح نجيب الناس دي وبنتكلم معاهم لو هو حابب ان هو ينضم معانا لفريق العمل بنجيبهم وبيشتغلوا معانا. احنا عندنا فريق العمل كله الايج جروب بتاعه او الفئه العمريه بتاعته صغيره، وده احنا حاجه بالظبط، ودي حاجه احنا يعني قاصدين ان احنا نعملها عشان احنا بنؤمن جدا بالحماس وبالشباب ممكن يعملوه في الشغل، وده دي الاستراتيجيه بتاعتنا لما بنيجي نعين الناس. الناس دي بيشتغلوا في بقى في زي خط انتاج كامل بنعمله، والناس دي المرحله البين باك بتخش بتعدي على كل مراحل الانتاج بشكل معين. وطبعا انا اول ما بدانا كان الموضوع لسه ما كناش فاهمين قوي، بدانا نستعين بخبرات اكتر والكلام ده كله، لحد ما قدرنا ان احنا دلوقتي بقى عندنا القدرة التصنيعية بتاعتنا، نقدر نقول ان هي من احسن القدرات التصنيعية في مصر في الفئة اللي احنا بنشتغل فيها. تنتجوا بالطلب ولا بالكمية يا خالد وبعد كده تقدروا بقى ان انتوا توزعوا؟ يعني حسب العميل ما بيطلب؟ احنا عندنا بيبقى فيه عندنا انواع معينه من المنتجات دي، بيبقى عندنا بيبقى بنجيب منها ستوكات من الخامات بتاعتها، وبعد كده احنا عندنا كذا فئه كذا قناه بيعيه. في قناه بيعيه اللي هي بنبيع فيها للمستهلك اللي هو الاند كونسيومر او راجل الناس اللي بتشتري قطعه او قطعتين، ودول على حسب الطلب بنصنعهم. وفي اوردرز تتباع في قنوات بيعيه تانية زي مثلا الحاجات اللي لما تسافروا الساحل الشمالي او بتسافروا العين السخنه لما بتشوفوا بتقعدوا على حاجات على البحر، دي بتبقى الفكره البين باجز ان هي تحولت الى وسيله ان الناس يقدروا الشركات الكبيره تقدر تستخدمها كمواد دعايه، يحطوا اللوجو بتاعهم عليها او كده ويحطوها على البحر، يحطوها في الاماكن العامه اللي الناس بتروح فيها، ودي بتبقى بنسميها ماس برودكشن او بتبقى بنصنع بكميات كبيره بالظبط، وبتبقى اسعار طبعا الجمله والكلام ده كله طبعا. طب خالد انت قلت المصنع بتاعنا، هل هو مصنع العيله وانتوا طورتوه ولا ده مصنع انتوا اسستوه من الالف للياء؟ لا، ده احنا مصنع بدأنا، هو ما بدأش مصنع، هو بدأ كان حاجة صغيرة قوي، كان كنا بنصنع يعني
في بيت حد بيصنع لنا، وبعدين قدرنا تنينا شوية بقى العامل بقى اتنين بقى تلاتة، وبعدين بدل ما بقت اوضة بقت اوضتين الكلام ده كله. وبعدين احنا قدرنا ان احنا بعد كده رحنا كان في مصنع اوريدي شغال، قدرنا ان احنا نأجر منه زي دور، وبعدين الدور بقى دورين، بدنا نتوسع فيه لحد دلوقتي ما تقريبا معانا اولموست يعني المصنع كله. دي حاجة حلوة ان انتوا بدأتوا واحدة واحدة بالظبط. وكم عامل بقى دلوقتي تحت ايديكوا؟ احنا دلوقتي بنتكلم في اكتر من 100 عامل. هي 100 فرصة عمل بالظبط، وده الهدف الاساسي يعني. احنا في يعني برضو الحاجة اللي بتخلينا دايما ان احنا متحمسين ان احنا نكمل حتى لو في مشاكل بتواجهنا، ان احنا دايما ازاي ان احنا بنخلق فرص عمل في الماركت ده طبعا. او في السوق ده، فدي بتخلينا دايما متحمسين ان احنا نكمل ونطور، وان احنا فعلا فكره التصنيع فكره هايله ان هي بتطلع اوبورتيونيتيز او بتطلع فرص كتيره لفرص عمل للناس اوريدي في مصر. خالد انا عايز ارجع تاني لفكره العمال، هل بتبقوا محتاجينهم متخصصين في حاجه معينه او عندهم مهاره معينه عشان يقدروا يصنعوا البين باجز بجوده عاليه؟ اه طبعا. بصي يعني احنا الفكره كلها ان بيبقى عندنا جزء من العمال بيبقوا متخصصين، والجزء ده هو اللي بيعلم الناس الجديده. فاحنا دلوقتي لما بنيجي نعين عمال بنعينهم، مش لازم يكون عنده خبره، ممكن عينه يبقى لسه يعني لسه صغير، لسه متخرج من الجامعه او متخرج من المدرسه، ولما بيتعين بينزل تحت المتخصص، والمتخصص ده بيعلمه وبيمشي معاه واحده بواحده خطوه بخطوه لحد ما بيقدر ان هو يوصله ان هو في يوم من الايام الشخص اللي دخل كان لسه مبتدئ خالص يبقى متخصص. وهي دي المدرسه بتاعتنا او الاستراتيجيه بتاعتنا اللي احنا مشينا فيها. جيل بيعلم جيل. بس افهم من كلامك ان هم كلهم رجاله ولا ايه؟ بصي لا يعني انا صدقني احنا اول ما بدانا كان عندنا مشكله ان كان فعلا 100% من الناس اللي كانوا شغالين العمال كانوا رجاله، وانا كان شخصيا عندي مشكله كبيره قوي في الموضوع طب ده. طب وبعدين خلاص وبدانا ان احنا بس دلوقتي احنا في دلوقتي عندنا نقدر نقول ان في مثلا 20% بنات. حلو قوي. وحاطين لنفسنا تارجت ان احنا على اخر السنه ال 20% دول يبقوا اتليست 40%، اللي احنا بنؤمن جدا بفكره عاوزين 50-50 بالظبط. طب احنا هنتابعكم لحد ما تخلوهم 40 أو 50% 50 يا رب. 50 50 50. نخرج نسمع اغنيه ونرجع تاني ونقول يلا بينا مع بوفا. يلا بينا مع بوفا على الراديو 90-90. ضيوفنا اللي منورنا في الاستوديو خالد عطلة رئيس مجلس الإدارة، ومحمد زكي مدير التسويق. النهاردة بنتكلم عن البين باجز لكل الناس اللي على البحر، أو الناس بقى اللي في البيت حابة تقعد كده تستريح، تتفرج على التلفزيون، تقعد تقرأ كتاب. كل ده ممكن تكون استخدامات يعني بنعتذر على يعني بيلعب السماعات يا خالد. ايوه سماعتك انت سماعيم السماعات يا خالد. فيعني البين باجز برضو عامله جو خفيف ولذيذ في الاستوديو عشان بالظبط. طيب هو يعني خالد ومحمد كانوا طول الحلقه يقولوا لنا ان البين باجز مريحه وانك لما تقعد عليها تحس ان انت مستريح، فتعالوا نعرف بقى الكلام ده صح ولا غلط من ريم عادل. هي موجوده معانا على التليفون. يا ريم ازيك؟ ازيكم عاملين ايه؟ احنا تمام زي فول. قاعده على البين باجز وانت بتكلمينا ولا بتعملي ايه؟ لا هو انا دلوقتي في العربيه بس لسه اطلع اقعد بقى في البيت على البين باجز. طيب هايل. قولي لنا بقى عرفتيهم ازاي واشتريتيها ازاي؟ يعني اول مره تعرفي بوفا؟ فيسبوك يعني، انا كنت على فيسبوك عادي وشفت الاد بتاعهم فقلت اجرب الفودك شكله حلو فطلبته، والاوردر وصل لي بعد 4 ايام. بعد كده لقيت مكالمة منهم بيطمنوا ان الاوردر وصل كويس، فدي كانت حاجة بالنسبة لي كويسة ان هم يعني فارق معاهم يعرفوا الكاستمر فيدباك ايه. وبعد كده بأول ما عدت عليها ساعتها بقى خلاص دي بقت احسن مكان بقعد فيه في البيت، حطيتها في الليفنج روم وما بتفرجش على التلفزيون غير وانا قاعدة عليها. طب حلو. قوليلي يا ريم بقى اخبار يعني بتاخد مكان مساحة مثلا في البيت، احكي لنا كده عن الموضوع ده كمان غير انها مريحة. بصي خالص هي يعني اولا خفيفه قوي فبقدر انقلها من اي مكان للتاني بسهوله. انا الاول جبت 3 وبعد كده لما لقيت بقى ان اخواتي عايزين ياخدوهم عشان يلعبوا بيها. جبت 3 ليكي يا ريم ولا ايه؟ جبت 3 ليا. 3 ليكي ما شاء الله. البيت كبير فللاسف دلوقتي حتى مش لاقيه واحده عشان هم اخذوهم للبلاي ستيشن فجبت تاني. وحطاهم بقى في الليفنج ليا دول، فما بقتش بقعد على الكنبه قوي يعني، بقيت هما بيريحوني اكتر. بعد يوم شغل طويل الواحد بيحب يقعد كده يريح ويتفرج على التلفزيون براحته. فبصراحة هو البرودكت هايل وسعره كويس قوي يعني كومبيرد للحاجات اللي احنا لو جبت حاجة تانية مستوردة، فسعره كويس، الكاستمر سيرفيس
حلوه جدا. لو في اي حاجه بتحصل في البرودكت بكلمهم، هم بييجوا ممكن يزودوها او يبقى في اي يزودوها حاجة فوم يعني في واحده من البيت باكس الفوم بتاعتها كانت نزل شويه بعد طبعا يعني استخدام كتير، فكلمتهم انا حتى كنتش عارفه هل ده اوبشن ولا لا، لقيتهم بيقولوا لي طبعا. تاني يوم جالي حد ما حط الفوم وبقت يعني كانها براند نيو. اه في صيانه يعني بالظبط. صيانه دي حاجه بالنسبه لي مهمه قوي، بفتقدها في كل المنتجات المصريه. والله يا ريم يعني احنا سعداء بحماسك الحقيقه يعني. كنت اول مره اصلا اشكر في البرودكت، اول مره اتكلم على الراديو. طب هايل. طيب هايل كمان ان انت نقلت لنا الروح اللي هو لا لو في حاجه مصري وحاجه مستورده انا هشتري المصري. بالظبط يعني كلنا هنمشي وراكي. يلا بينا. شكرا جدا. شكرا ريم عادل من عملاء بوفا، شكرا ليكي. ميرسي. باي باي. باي باي. حلوة الروح وحلوة الفكرة. حلوة إنه فعلا انه لازم اشتري المصري مش هشتري مستورد، وياريت لو عملنا كده في كل حاجة في حياتنا بجد الصناعة المصرية هتتقدم. لا ولو لقيناه مناسب وحلوة رغدة وجودته عالية نقول يعني ما نتكسفش من ده. برضو السماعات. وهي شاولت على حاجة مهمة جدا يا رضوى، خدمة ما بعد البيع. يعني احنا عندنا في مصر لما تشتري حاجة باسط خلاص مليش دعوة. فواضح يا خالد ان انتم مهتمين بالصيانه ما بعد البيع. اه دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، ان احنا ازاي بعد ما العميل بيشتري من بوفا ان احنا ازاي نفضل بنتابع مع العميل. حتى بنعمل دايما سيرفيز بعد، بنعمل زي استطلاع راي بعد شهر بعد ما المنتج يوصل للعميل، بنعرف راي العميل ايه عن المنتج. ولو بتحصل اي حاجه للمنتج بنتاكد ان احنا بنصلحها، او حتى ساعات بتوصل ان احنا لو في اي مشكله حصلت للمنتج لا احنا بناخده وبنجيب له واحد جديد. وده بالنسبه لنا عشان احنا دايما بنؤمن قوي بفكره ان العميل المبسوط او العميل اللي هو اللي بنسميه الساتسفايد كاستمر، ده احسن طريقه تسويق للبراند بتاعنا اكتر من اي حاجه تانية احنا ممكن نعملها في التسويق يعني. هايل. طيب خالد يعني يمكن ريم اتكلمت على انه المنتج ده او البين باكز بتاعت بوفا بديل عن المنتجات المستوردة، انتوا كمان اعتقد بدأتوا تصدروا، دي حاجة هايلة جدا. اه دي برضو دي حاجة مهمة جدا ان احنا بدأنا نركز عليها مؤخرا، ان احنا بدأنا نركز مجهوداتنا اكتر ان احنا نبدأ نصدر. وفعلا دلوقتي بنصدر للامارات، بنصدر للسعودية، بنصدر للعراق، بنصدر لعمان. وده هدف بالنسبة لنا ان احنا عايزين نبقى بنصدر في كل المنطقة، كل الريجن. احنا بنؤمن الشرق الاوسط، الشرق الاوسط بالظبط. احنا عندنا منتج يقدر ينافس بره، ودلوقتي كمان عندنا بنسميها يعني ادج، او عندنا حاجه زياده ان احنا اسعارنا بعد يعني بعد فكره الدولار لما غلي. في ناس كتير شايفين ان هي دي حاجه وحشه، بس احنا شايفينها ان هي فرصه كبيره، عشان احنا بقت اسعارنا كومبيرد مثلا للي كان بيستورد من الصين، احنا اسعارنا دلوقتي ممكن بقت ارخص من الصين عشان صحيح. فرق العمله اللي نزل. وبالتالي دي فرصه كبيره قوي ان احنا نبدا نزود مجهوداتنا ان احنا نبدا نصدر المنتج بتاعنا بره مصر. هي الحلوه قوي 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 الافكار دي والحماس ده، وان انتوا كمان عايزين تصدروا يا رب كمان العالم كله مش بس الشرق الاوسط. يا خالد انت ومحمد بجد نورتونا بجد النهارده بجد يعني. نورتونا، ويعني نتمنى بقى مصيف جميل وسعيد لكل الناس اللي في الساحل وهي بتستخدم البين باجز، او انتوا في بيوتكم بتلعبوا على البلاي ستيشن بتعملوا اي حاجه، برضو بنتمنى لكم يعني اجازه سعيده ووقت جميل. خالد ومحمد فعلا نورتونا، وبستنينكم تاني تقولنا في يلا بينا بقى مع كل الاحلام والانجازات الجديده بتاعتكم ان شاء الله. اكيد. ميرسي يا رضوى. ميرسي يا رغده قوي. شكرا ليكم. وطبعا بندعوكم مستمعي راديو 90 90 ان انتم تشوفوا بوفا ومنتجاتها من خلال صفحه بوفا اللي احنا عاملين لها منشن على صفحه الراديو 90 90 على فيسبوك يا رضوى، فيقدروا يدخلوا ويشوفوا يعني شباب مصر عاملين منتجات شكلها حلوه ازاي، وازاي بينافسوا فعلا المنتجات المتصنعه بره ويمكن احسن كمان. اكيد يا رغده. طبعا نشكركم جدا على متابعتكم لينا النهارده، وبنقول لكم استنونا السبت الجاي مع حلقه جديده ومشروع جديد مختلف جدا جدا مع يلا بينا.